بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهاردة هنشوف حركات واهداف ومهارات لتجميع مقاطع هتتجنن لما تشوفها. اتحداك لو ما متش من الضحك. بس ما تنساش بقى تكتب لنا عن اكتر مقطع عجبك في الفيديو بتاع النهاردة، او الدقيقة اللي فيه اكتر مقطع عجبك. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الفيديو بتاعنا بالهدف ده يا ابن اللعيبة، خطير، هدف عالمي. شوف كمان ده يا عيني على الكوبري، يا نهار اسود، شوف بالكعبة اهو لبسه كوبري ادويس. شوف ده يا نهار اسود، هالك بيجري. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا هالك؟ شوف دي يا عيني، يا لعبك يا حركاتك، بوم يا عيني. ده مين ده؟ نيمار اهو يا ابن اللعيبة، يا نهار اسود على الصاروخ. شوف دي هتعمل ايه؟ اهو وقفت لي الكرة على كتفاه، يا نهار اسود، ده بتقلع التيشيرت والكرة على كتفاه، يا نهار اسود يا ابن اللعيبة. واو، شوف اللي هيحصل، يا نهار اسود، وشاط الكورة وجت في التليفون كسرت وجت في وشه وعوره. ده ايه حركات نيمار دي؟ هنشوف شوية مهارات من نيمار كده على الماشي. يا نهار، يا عيني يا نيمار يا عيني. شوف ده اللي بينشن، هو جابها في التسعة، ده يا ابن اللعيبة، وجابها في الحمراء وهو اللي كسب. في عيني العيب. اوه شوف يا نهار اسود، شوف حارس المرمى طلع لحد فيه، اوه ورقص اللعيب كمان، يا نهار اسود، ده قلبه جامد جدا. اهو اهو تاني يا عيني، ده كان هيغلط غلطه عمره بس هو شكله محترف. يا نهار اسود، اهو قال له مش هتجيب الكره، راح مديله على طول في صدره، على طول في صدره. دي نيمار، يا نيمار النهارده متألق. واو احنا على الكوبري ده، يا البت اللعيبه. شوف ده هيشوط ضرب الجزاء، ايوه، يا نهار اسود، لا اله الا الله، ايه اللي حصل ده؟ يا عيني يا عيني، 1 2 3 على طول، يا ولاد اللعيبه، يا تسديده صاروخ، يا نهار اسود. وده ايه ده؟ بلاي ستيشن، ايوه، ايه اللي بيحصل؟ شكله الجهاز علق ولا ايه؟ اوه ونط بالانس اهو في الارض. واو يا عيني يا عيني يا لعيب. ده يا خطير، هدف عالمي خطير اهو، شايفين يا عيني يا لعيب. واو شايفين الحركة عملها ازاي؟ يا عيني ده بينشف في العرض. وادي بوجبا، لا بوجبا طبعا معروف بمهاراته وحركاته، يا خطير. ايه ايه اللي حصل؟ اهو اتعنقل في الكوره ومسد الترقيص، بترقص ليه؟ شوف ده، شوف هيحصل ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود على الهدف، يخرب بيت عقلك، هدف من بعد نص الملعب، ايه صاروخ. هنشوف ده هينشن فين؟ اوه يا لعيب، شايفين خد الكرة وهيئها لنفسه بالطريقة دي وحطها صاروخ اهو، بوم على طول. شوف ده اللي بيلعبه في الترعة دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، بهدل نفسه له. يا عيني، بس هدف حكاية، بس الولد بهدل نفسه اهو،
الله 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 الله، لا 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 لا، هدف خطير 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 يا ابن اللعيبة، يا عيني يا عيني، شوف خطير ده، تياجو الكانتارا وهو صغير، ايه اللي هيحصل؟ ايه هنا؟ شوف ده كمان يا مجنون يا زلاتان، بنفس الحركة يا عيني يا عيني، نستمتع بالفيديو النهاردة. ده ويليان اهو نفس الحكاية، يا نهار اسود هيعمل ايه في الكرة ده؟ بيقطع الكرة ده ولا ايه؟ قطع الكرة وبيعبيها مية. طب وبعدين؟ بينطق والكرة فيها مية مش هوا. لا ده كده معناها ان هو خطير، اخطر خطير. اهو بينطق اهو والكرة فيها مية مش هوا. اهو الكرة حطها في الارض، الكرة تقيلة مش خفيفة. ده رجله ما شاء الله رزب. يا عيني يا نهار اسود يا ابن اللعيبة، ايه المهارة دي؟ واو ايه المهارة دي؟ واو. شوف ده بيجري بالكورة، شوف يعمل ايه؟ معقولة؟ يا نهار اسود، شفت الهدف ازاي جه؟ يا خطير، بوم يا نهار اسود على الصاروخ، ده روبن، روبن ار 2 على طول، اهو بوم على طول في الجول. ايوه ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده بلاي ستيشن ده اليابانية ده ولا ايه؟ ده حارس المرمى ده اللي اتدرب في الهواء في المية. واد اليابانية تاني مش عارف جايب لنا يابانية كتير النهاردة في الفيديو بتاعنا. الله الله الله، سخن قبل المباراة، دايما بياخد اللقطة قبل المباراة وبعد المباراة وفي المباراة كمان. يا عيني الله الله، هو دي اللقطة اللي في المباراة دي، يعني هو خدها قبل المباراة ودي اللي في المباراة. تاني بقى يجيب الهاتريك، اهو جاب الهاتريك. بقول مش سامعكم مش سامعكم. يا عيني واو، يا عيني على، يا نهار اسود على الهدف، بوش رجله على طول في الجول، هدف خطير عالمي اهو. يا عيني الله الله، اهو خده جري، فتح سبرين حطها هارتو، يا نار اسود على الهدف اللي في التسعين. في نهاية الفيديو لو عجبك اعمل لايك واشترك للقناة وقول رايك في تعليق، نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.